أصدرت محكمة الجنايات بأعنابة ليلة الخميس إلى الجمعة بعد النظر في قضية شبكة دعارة دولية أو ما يعرف بقضية باروش، وذلك بعد الطعن بالنقد أحكاما ما بين 6 سنوات سجنا نافذة والبراءة في حق المتهمين حسب ما علم من مصدر قضائي. وأدين المتهم الرئيسي في هذه القضية جون ميشيل باروش ب6 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 26 مليون دينار جزائري، فيما أدين متهمان 2 آخران ب35 سنوات سجنا وغرامتين ماليتين. نتعرف أكثر في هذا التقرير لياسمين أدهيني. هو رعية فرنسية اسمه الكامل جون ميشيل باروش، صانع أكبر فضيحة أخلاقية بالجزائر، وهو يختفي وراء ستار صاحب وكالة وهمية لعارضات الأزياء بإحدى الأحياء الراقية بعنابة. قدم إلى أرض الوطن في مهمة للإيقاع ببنات الجزائر مستعملا عروضا إغرائية مكنته من اغتصاب العشرات من القاصرات، وهن تحت تأثير المهلوسات، وهي الجريمة الأخلاقية التي اهتز لها الشارع الجزائري سنة 2012. وكان الرعية الفرنسية باروش قد مثل للمحاكمة سنة 2013 بعد الإطاحة بشبكة الدعارة التي كان يترأسها لابتزاز القاصرات لتقعن فريسة بين مخالبه بتواطؤ أخصائيون في طب النساء الذين وظفهم للإجهاض، وهي الفضيحة الأخلاقية التي واجهها المتهمون أمام محكمة الجنايات هذا الخميس مجددا بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لتسلط عليهم المحكمة الجنائية أقصى عقوبة. وهكذا طوت المحكمة قصة العجوز باروش ذو الأصول الفرنسية الذي كشفت مكيدته الدنيئة مراسلة صحفية جعلته يقبع لسنوات وراء القضبان عقابا على ما فعله بالفتيات الجزائريات.